أكيد الفرحة حلوة، الفرحة حلوة كمان بالمكسب وبالأداء وبالروح الجميلة للتف حوالين المنتخب الأولمبي كل جماهير مصر. كمان عايزين نستعرض مع حضراتكم لوحة الشرف أو قائمة الشرف اللي مثلت منتخب مصر الأولمبي. إن احنا من هنا من برامج الأشبال بنقدم لهم كل التحية، بداية من الجهاز الفني كابتن شوقي غريب، المدير الفني المدرب العام الكابتن معتمد جمال، ومدرب مساعد كابتن محمد شوقي، مدرب مساعد وائل رياض، ومدرب حراس المرمى الكابتن اسامه عبد الكريم. هنروح للاعبي منتخب مصر الاولمبي في حراسه المرمى محمد صبحي اللي اخذ احسن حارس في البطوله، معاه عمر رضوان وعمر صلاح، خط الدفاع احمد رمضان بيكهام، محمد عبد السلام، ومحمود الجزار. ايضا اسامه جلال في خط الدفاع، واحمد فتوح في خط الوسط، كريم العراقي كان باك رايت وما شاء الله ادى اداء رائع، أكرم توفيق وعمار حمدي وعبد الرحمن مجدي. رمضان صبحي قائد المنتخب الأولمبي، وناصر ماهر اللي ما حلفوش الحظ إنه يكمل البطولة لكن جات له إصابة في أول بطولة، لكن في الوقت اللي لعب فيه كان وقته قليل وأدى أداء رائع. في إمام عاشور في خط الوسط، محمد صادق اللي ما شاركش في البطولة، وغنام محمد أيضا ما حلفوش الحظ لكن كانوا موجودين بروحهم مع منتخب مصر الأولمبي. في خط الهجوم صلاح محسن وأحمد ياسر ريان ومصطفى محمد وناصر منسي. هي دي قائمة المنتخب الأولمبي، بنضيف عليها كمان كريم ندفد، طاهر محمد طاهر، محمد محمود، مصطفى شوبير، أحمد حمدي. فالنهاردة برضو كل اللعيبة اللي أنا قلتها دي برضو كانت مساهمة وكانت موجودة، وكانت موجودة أيضا في مشوار المنتخب الأولمبي. طاهر محمد طاهر للأسف ما حلفوش الحظ قبل البطولة بيومين، جات له إصابة لكن كان موجود دايما في معسكر المنتخب الأولمبي وكان مشارك دايما مع اللاعبين. كريم ندفد اللي عنده إصابة بقاله فترة أيضا من قوام المنتخب الأولمبي. محمد محمود إن شاء الله بتمنى له العودة ويرجع بسلامة ويكون موجود. أيضا مصطفى شوبير دايما في كل تجمعات المنتخب الأولمبي، وأحمد حمدي برضو اللي لم يتم اختياره في القائمة النهائية لكن كان موجود دايما في معسكرات المنتخب الأولمبي. النهاردة لما بنقول نجاح يعني ما بنقولش مجموعة، لا ده هو قوام المنتخب الأولمبي اللي كان دايما الكابتن شوقي غريب كان دايما بيشيد بيهم، هم ال 40 او ال 50 لاعب اللي دايما كانوا بيمثلوا منتخب مصر الأولمبي في مشوار المباريات الودية.